عليكم ورحمة الله، معكم مريم بركات في قناة كليكوك. سوف نصنع اليوم هذه الأشكال تسمى الكورني أو البوق، انطلاقا من ورق الكرتون. هي تباع من أو تصنع من الألمنيوم أو الإينوكس. نحن سوف نصنعها من ورق الكرتون، لمن لا يستطيع أن يشتريها أو لا يتوفر عليها. سوف نحتاج إلى دفتر أو الورقة العليا للدفتر، تكون سميكة أو غليظة نوعا ما. خذوا أي كتاب، تقطعوا الورقة العلوية. سوف نقوم برسم الشكل بمساعدة المسطرة. سوف هنا أقوم برسم ضلع أو يعني خط، أرسم خط ضلع لمثلث 7 سنتيمتر، 7.5 سنتيمتر يكون قياسه، 7.5 سنتيمتر. وعموديا للخط الأول أرسم خط آخر، أي الضلع الآخر، كأني سوف أرسم مثلث ذو زاوية قائمة. أحسست أننا خرجنا من المطبخ إلى الهندسة. المهم يكون يعني عمودي على الآخر، وهنا سوف أرسم خط آخر في المنتصف، يكون قطره أو قياسه 9 سنتيمتر. الخط الأول 7.5، الخط الثاني العمودي 7.5، والوسط الخط الأوسط يكون 9 سنتيمتر. الآن سوف أقوم بالتقطيع بحيث تكون الجهة العلوية يعني الدائرية، كأني سوف أحدث نصف دائرة على هذا الشكل. أنا أصنع يعني هذه الأشكال لمرة واحدة وأحتفظ بها، يعني تبقى لدي، استعملها ولا اغير سوى ورق الالومنيوم. يعني هذه العمليه سوف تقوم بها لمره واحده، اعطوها للاطفال. سوف يقومون بصنعها يعني بكل فرح وسرور. انا سوف استخدم هذا اللصاق، واحاول يعني هنا ان اضغط واغلق الفتحه على هذا النحو، واستخدم اللصاق لغلق تلك الجهة. من الأفضل أن تستخدموا اللصاق الأبيض، أنا لم يكن لدي اللصاق الآخر، فقط لكي أريكم هنا الطريقة. وأغلقه على هذا النحو، وبهذا أحصل على كورني أو بوق. سوف نستخدمه في عدة وصفات، يعني تابعوني في المملحات وفي المثلجات أيضا وفي الحلويات، يعني هو ذو استعمالات عديدة. بعد ذلك سوف أغلفه بورق الألومنيوم على هذا النحو، وما علي إلا يعني تغيير كما قلت سابقا الورق الألومنيوم، وأستخدمه في كل مرة. يعني يدخل إلى الفرن يعني لا مشكلة. سوف تجدون الوصفة التي سوف أضعها للمملحات، يعني أدخله إلى الفرن، لا يحدث أي شيء للورق، يعني لا يحترق ولا أي شيء. وهكذا حصلنا على كورني بثمن رخيص وبشكل جيد على هذا النحو. أتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة www.clickcook.com، سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بالجديد. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم.